مرحبا يا حلوين، مثل ما وعدتكم رح حل الاكسرسايزات الام سي كيو اللي خاصه بالتشابتر 1 تشابتر 2 بالاورجانيك كيمستري. اوكي حنبلش اول شيء بالاكسرسايزات على تشابتر 1. طيب باول سؤال عم يقول لي شو في الهايبريدايزيشن لهود الكربونز اللي موجودين بهود الموليكولز. طيب نحن نعرف قاعده بان النيوترال كربون يعني كربون ما عنده لا تشارج لا ماينس ولا بلس، يعني ما عنده كربون كاتين ولا كربون ايون. عاده هيدا الكربون اذا عملت زيرو باي بوند يعني ما عنده ولا باي بوند تعتبر هيدي شو قلنا sp3، اذا كانت عامله 1 باي بوند تعتبر sp2، اذا كانت عامله 2 باي بوند تعتبر sp. كمان صرنا مراجعينهم كثير حالكم تحفظوهم بقى. اوكي نطلع باول موليكول عم قال لي هون هيدي الكربون عندها 3 اتشات حواليها وفي عندها وحده مع السي ال، تعتبر هيدي شو يعني دغري بحطها sp3. طيب نجي للموليكول الثانيه هيدي السي اتش 3 كمان نفس الشيء عندها حواليها 3 اتشات ووحده ما فضلها وحده مع الاو اتش كمان تعتبر هيدي sp3 فايضا لانه ما عندها ولا باي بوند. نجي لثالث وحده، ثالث وحده في عندي باي بوند هون وفي حواليها اتش هون اتش هون، يعني عامله 4 بونس بس شو في عندها باي دغري بحطها sp2. نطلع بهيدا الموليكول عندي 2 باي ليكو واحد من هون وواحد هون ستعتبر هيدي sp hybridized. نجي لاخر وحده هون، هون في تريك فيها هيدي سي اتش 3 اوكي تمام هيدي اس هيدي اس بي 3 بس هيدي الكربون هي شو؟ نطلع سي قلنا دائما اذا ما عليها ولا تشارج يعني هيدي عامله 4 بونز. طيب وحده مع سي اتش 3 وحده مع اتش ضللها بوندي وعم بدها تعمله ما غيرها الاو حتى ما له مع الاو اجباري. اوكي شفتوا لو حطيت لكم او اتش كان رح تكون هو اتش 2، مرقت لكم اياها هيدي النوت بالشرح 3 مرات تقريبا وهيدي رابع مره يمكن. اوكي سو هون تعتبر هيدي الاس هيدي الكربون شو؟ sp2. ليش انا عامله باي بوند هيها مع الاو مثل ما شايفين هون. اوكي سو هيدي sp2. طيب نجي للسؤال اللي بعده، بالسؤال اللي بعده عم يقول لي consider the following molecule compound هذا قدامكم، عم يقول لي شو في الهايبريدايزيشن لكل كربون من 1 ل 7. طيب نمشي وحده وحده يلا. كربون نمبر 1 ما عنده ولا باي بوند دغري بحط عليها sp3. كربون نمبر 2 ما عنده كمان ولا باي بوند تعتبر sp3. كيف عرفت ولا باي بوند؟ طلعوا بعدني هلا قلت لكم هيدي طلع هون عامله بوند واحد وهون بوند تاني، هيدي السي عم احكي مش الاو اتش عملت بوند، لا انتبهوا هيدي كوندنس ستراكشر فورمولا هيك هيك مضطر يكتبها هيك. هيدي الاو اتش هيدي كلها ملزقه هون اوكي هيك وفي اتش من فوق يعني ما عندها ولا باي بوند سو تعتبر اس بي 3 تمام. نجي للكربون اللي بعد اللي هي هاي كمان نفس الشيء هي تعتبر شو اس بي 2. لا في عندي باي بوند هي شفتوه هذا اس بي 2 كربون. طيب كربون نمبر 4 كمان لانه عامله باي بوند هي هذا الباي بوند تعتبر كمان هيدي شو ليش هيك هيدا ثاني بس خليني نظبطه اوكي تمام تعتبر هيدي فاذا شو اس بي 2 اوكي. اما هيدي النمبر 5 ما عندها بل عامله هيها عندها باي بوند هون سو كمان تعتبر هيدي اس بي 2 هيدي الكربون هيدي تعتبر اس بي 2 لانه في عندها باي بوند. طيب نمبر 6 سيجما 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 وسيجما مع الاتش كمان فاذا تعتبر هيدي اس بي 3. اخر وحده كمان مثل التريك اللي مرقناها فوق عامله بهيدي السي عامله بوند من هون وبوند مع اتش كان بوند ضلالها 2 فبتحطه مع مين مع الاو فاذا هيدي تعتبر اس بي 2 هيدي كربون لانه عامله عندها باي بوند هي. اوكي عرفتوا كيف نعرف انها هايبريدايزيشن هينين كثير. بالسؤال اللي بعده عم يقول لي هذا لاينستر رينول هو عباره عن هذا الستركشر هذا الستركشر تعوله عم بيقول لي بارت اي كل هودي البارتات اللي قالوا ان ذا اباف فيجر بدنا نعمل انديكيشن لهودي اللي عم يقول لي عنهم. طيب تعال نشوف وين في عندي على فكره هذا السؤال بيلخص لي كل شيء بتشابتر 1 كثير كثير حلو هالسؤال عجبني. طيب ببارت اي عم يقول لي بدي فيري بولر بوند وين في عندي كلمه بولر بوند يعني شو لانه بده يكون عندنا ديفرنس بالالكترونيكتيفيتي. طب هل ممكن بين السي والسي يكون عندي بولر بوند؟ لا ما هي السي تقريبا مش بولر تقريبا يعني السميشن تبعه رح يكون زيرو ديفرنس يا ربي اوكي حيكون زيرو. فتش على 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 اتوم هي تكون الكترونيكتيف كثير حتى تعمل لي البوند بولر ما غيره هون مين مبين علينا الاو. طيب بتطلع الاو موصوله مع السي وموصوله مع اتش يعني هيدي موصوله مع السي هذا بوند وموصوله مع اتش اي البوند بولر اكثر او اتش ولا او سي؟ اكوردنج تو فوكلين بريسكاتش تذكروها اف او سي ال ان بي ار اي اس سي اي تي بي اتش اي بولر اكثر او اتش هيدا ولا الاو سي ليكو او سي هي شايفين هذا الاو اتش ديفرنس اكبر سو لانه في عندي ديفرنس اكبر فيعتبر البوند او اتش هو بولر اكثر فاذا حطيت هلا الاكثر واحد اكثر بوند موجود بهذا الستركشر هو بولر هو الاو اتش. طيب حددته بتاني بارت عم يقول لي انديكيت كوفالنت بوند هو اولموست تمبور تقريبا مش بولر حيلا بوند سي سي نقوا حيلا بوند سي سي مثلا هيدا البوند هيدا ها
سي سي بون يعتبر تقريبا تقريبا منه بولر يعني لانه ديفرنس تقريبا زيرو. اوكي ببارت سي عم يقول لي بده كاربو كتا شو كاربون اتوم اوف اس بي هايبريدايزيشن. طيب قلنا الاس بي هايبريدايزيشن بكون عامله انا كام بوند عندي باي بوند اثنين باي بوند. وين في عندي اثنين باي بوند؟ ما غير هي دغري بالقطه هون هي هيدي السي او نقوا هيدي السي بالحتين بالثنيناتهم بيزبطوا بالثنيناتهم اس بي هايبريدايز. اوكي بالبارت اللي بعده بدي اياها شو عم مش في عن سريع انه هو هينين كثير هينين يعني ما حد يقول لي ما مش فاهمينهم. بده بالبارت اللي بعده البارت دي بده اس بي 2 هايبريدايز كاربو بس نسمع اس بي 2 شو مفتش على باي بوند واحد بس. وين في عندي باي بوند واحد مثلا هون هي هيدي اس بي 2 كاربون وهيدي اس بي 2 كاربون لانه في عندي باي بيناتهم. اوكي بس عامل باي بوند واحد. طيب ببارت اي عم يقول لي بده كاربون اتوم اوف اس بي 3 اس بي 3 حيالله وحده ما عندها ولا باي بوند مثلا هيدي مثلا هيدي مثلا هيدي هيدي كمان تعتبر اس بي 3 هيدي اس بي 3 شو بعد فيه هيدي اس بي 3 هودي كلهم اس بي 3ات. اوكي هيدي اس بي 3 هو بده وحده انا اقول لكم هو كلهم اس بي 3 كاي وحده ما عندها ولا باي بوند تعتبر اس بي 3 كاربون. بالبارت اللي بعده عم يقول لي a bond between atoms of different hybridization مثلا تعال نشوف هيدا البوند بده different hybridization وين بده structure هي حي. اوكي مثلا هيدا البوند ليكو هيدا البوند بين هيدا وهيدا هيدي sp3 hybridized وهيدي sp2 hybridized مش هيدا different hybridizations عندهم بس بوند وصل لي اياهم صح ولا لا؟ طيب شو كمان بده بعد؟ بدو برايمري كاربون. برايمري كاربون شو يعني؟ عبارة عن كاربون بايند لوان كاربون. وين في عندي؟ هل هيدي برايمري كاربون؟ ابدا لا هيدي سكندري. كيف عرفت سكندري؟ لانه بايند لاثنين كاربونز كاربون ميت شو من كاربون هيهم هي بس بكون اياهم بس مش عم تنشال هيدي خلص شلتها لايك وهيدي كاربون من هون ليه مش عم يكتب هيدا؟ اوكي هيدي كاربون من هون وكاربون من هون صارت هيدي شو سكندري عشان بايند لاثنين كاربونز. طب انا بدي برايمري فتش على كاربون بايند بس لوحده كاربون اللي هي ما غيرها هيدي اياها هيدي هيدي عباره عن كاربون سي اتش 3 معلقه على وحده كاربون بس اوكي اللي هي من خلال هذا البوند. اوكي تعتبر هيدي شو فاذا برايمري كاربون. بعد في غير شيء بعتقد هودي هن برايمري كاربونز. هلا هو بده وحده بس هلا هو بده وحده. طيب بالبارت اللي بعده بده كمان سكندري وتيرشري وكوات. اوكي تعال نشوف فرد مره على سريع كلياتهم. سكندري قلنا هيدي سكندري مثلا هيدي سكندري لانه بايند من هاي كاربون وهاي كاربون هيدي اللي تحت قصدي هيدي يعني هيدي لحالها سكندري وهيدي لحالها سكندري هيدي لحالها هيدي شو هيدي تيرشري مش سكندري. انتبهوا ليش؟ لانه معلقه من هون كاربون ومن هون مع كاربون ومن هون مع كاربون صارت تيرشري. اوكي وهيدي كمان تيرشري كمان كاربون هون كاربون من هون كاربون من هون كمان تيرشري وهيدي كمان تيرشري كاربون هون كاربون من هون كاربون من فوق. اوكي هو كلهم تيرشري هيدي سكندري هيدي سكندري ليش؟ لانه كاربون من هون وكاربون من هون بس. طيب بده كواترنري كواترنري وين بلاقيها؟ هيها هيدي كواترنري ليش؟ لانه كاربون من هون وكاربون من هون وكاربون من هون وكاربون من هون ما عندها ولا اتش كلهم كربونات سو هيدي كواترنري كاربون. اوكي خلصنا هذا السؤال. نجي للسؤال بعد عم يقول لي بنمبر 4 starting from the condensed structure of formula تبعي developed هون developed formula هي ذاتها معناتها ال line structure. اوكي يعني بدي ارسم بدي فرجي البوندات كلياتها حرسم بس وحده هلا فرجيكم او خليني اعطيكم النوتس دغري مش بديش ارجع الصوره اكثر. يعني هيدي السي اتش هيك بدي ارسمها حواليها اتش 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 برجع هيدي السي اتش 3 اللي حدها هون سي اتش 2 مرتين يعني هون السي بدي اوصلها بمرتين سي بمعنى تاني هيدي السي معلقة على هيدي السي اتش. اوكي هيدي السي اتش عبارة عن سي معلقة عليها سي اتش 3 من هون ومعلقة عليها سي اتش 3 من فوق كمان يعني هون كمان بدي ارسم سي اتش 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 هيك structure formula. اوكي وما ننسى عليها هيدي معلقة عليها اتش كمان هي هيدي الاتش معلقة عليها كمان سي اتش تانية سي اتش وسي دبل بوند او ما ننسى معنا عليه ان اتش 2 كمان هيها ان اتش 2 بتتثبت برجع بعمل سي هيدي السي ليكوش عليها سي او او اتش هيدي كاربوكسيل جروب دائما بتكون هيك شكلها هيك حفظوا هيدي كاربوكسيل جروب هيدي بنسميها كاربوكسيل جروب. اوكي خاصه بالكاربوكسيليك اسيدز يعني هيك بيجي شكلها. اصلا شيء بفرجيكم انه هون لازم يعمل دبل بوند انه سي تعمل اربع بوند طب عامله واحد من هون وحتعمل واحد مع الاو اتش قددها للاثنين تعملوا مع الـ OH مش تحطوا لي دبل بوند او اتش هيك وهي تعملوها سنجل بصير اشارتها هون بلس ساعتها انتبهوا هذا الشيء غلط. اوكي انتبهوا له
هل هو بيجي ما بيجي هيك بالامتحان ابدا ترسموا الاستراكشر، اصلا ما في له داعي على السؤال ابدا. اوكي بس انه هلا هون لانه اول شابتر بعده عم يحضركم حدا تتعودوا على شيء يعني استراكشر، شيء يعني كوندنس، شيء يعني هيك اشياء. بس هون مش حرسمهم كلياتهم، رح لكم على التريكات اللي بتجي. بس هيدي سي اتش 3. اوكي سي اتش 3 حرسمها، سي اتش 3 مش حاط الاتشات. اوكي سي اتش او اتش ليكو ببراكت يعني ما علق عليها يعني هيك. اوكي او اتش برجع سي اتش سي اتش 2 سي شو سي بوند مع هيدي وسي بوند مع هيدي ضل عندي الاو. طب هيدي سي نيوترال يعني ما لها ولا تشارج يعني لازم يكون عامل اربع بوندز، فاذا بحطها دبل بوند او. اوكي عرفتوا ليش هيدي السي هيدي اللي هون خليني بس محيها طلع هيدي السي هيدي اللي هون عامله بوند مش عم يكتب هيدا عامله بوند هيدي السي عامله بوند مع هون سي وعامله بوند مع هيدي السي ضل عندي هيدي الاو بدي اوزعها عليها كيف بوزعها دبل بوند او. اوكي حتضل هيك حتضطر هيدي السي ضل عامله فور بوندز. اوكي راحت الصوره هلا. اوكي نرجع لنكفي سي فاذا سي او سي اتش سي اتش 2 سي اتش 3. اوكي سي اتش 2 سي اتش 3 هيك شكله. اوكي ما فرجيتكم سي اتش 3 البوند تبعه عشان ما بدي اعجق الصوره اكثر ما هي معجوقه. بتيجي لهيدا الستركشر اللي بعدها اللي هي نفس الفكره كمان عندي او اتش معلق على سي اتش وعندها سي اتش 3. اوكي ها سي اتش 3 تمام بنكفي. في عندنا بعدين كيف عرفت انه هون سي اتش 3 تحتها؟ لانه رايكو عندكم او اتش وعندكم معلقه على سي هيدي معلقه على هيدي وهيدي معلقه على هيدي لانه بضطر السي تعمل فور بوندز قلنا عامله بوند مع الاتش وبوند مع الاو اتش. اوكي ضل عندها بوند بعدين تعمله مع سي اتش 3. اوكي مش تحطوا لي دبل بوند او اتش، قلت لكم بتصير الاو دائما بتعمل تو بوند، اذا عملت اكثر من تو بوند بتصير بوزيتيف تشارج. هو هيدي المونيكل ما عليها بلس اصلا حتى اخليها تصير بوزيتيف. اوكي سو هيك بتكون رسمتها لنكفي. فاذا عندي سي اتش سي اتش 3 كمان برجع برسم كفي سي اتش سي اتش 3 وسي اتش او اللي هي سي دبل بوند او اتش. اوكي هيك بيجي شكلها هيدي. طيب نجي للسؤال اللي بعده، السؤال اللي بعده عم يقول لي ترانسفورم ذيس ديفالوت ستراكشر فورمولا لا كوندنس. اوكي هيدي مش مطلوبه هلا عشان حنوصلها بتشابتر 4. اوكي مش حشرحها هلا اصلا ما ركزت عليها بالكورس كثير لانه حنشرحها بتشابتر 4 بالتفصيل قد ما بدكم حنفسرها. اذا بدي احول هيدي لكوندنس ستراكشر فورم شو بعمل؟ يلا هيدي شو عباره عن سي معلقه عليها ثلاث اتشات يعني سي اتش 3 بحط. طيب ها سي اتش 3 وهيدي شو سي اتش 2 تمام سي اتش 2 وهيدي شو سي او هلا بعملها سي او مع سي يعني سي او مع لنكفي شو بده كمان سي وين صرنا نحن ايه سي او مع سي اتش 2 مع سي او او اتش هي كاربوكسيل جروب. هي هيدي شفتوا هيدي كاربوكسيل جروب هي مسميها كاربوكسيل جروب سي او او اتش تمام هيك بيجي لازمتها. طيب السؤال اللي بعده عم يقول لي use the symbols delta plus و delta minus to show the direction of the polarity of the indicated bonds. تمام بأول بوند هو شو؟ CH3Cl. كيف بيروح مين الكترونيجيتيف أكثر سي ولا CL؟ CL فإذا بيروحوا باتجاهها يعني دايبول مومنت هيك حيكون صح؟ يعني هون حتتركز الالكترون دنسيتي دلتا ماينس هون دلتا بلس. في حدا سألني شو معناتها الالكترون دنسيتي؟ الالكترون دنسيتي صراحة ما حدا وصل لكم إياها كثير بس هي كثافة الالكترونات وين مركزين أكثر؟ يعني هون مقربين اكثر يعني هون مركزين على هيدا المنطقه اكثر. اوكي هون في عندي الكترون دنسيتي يعني تركيز الالكترونات كثافه لالهم. طيب ببارت بي نطلع اي بوند اي الكترون نيجاتيف اكثر او ولا البي ار؟ الاو اكوردنج تو فوكلين بريس كاتش الاو هي مور الكترون نيجاتيف من البي ار سو هيدي حتكون دلتا ماينس وهيدي حتكون دلتا بلس صح. بس كمان في عندي بولر بوند اللي هو الاو اتش ما تنسوا هون او اتش لو حطيت لي اياها كمان هيدي بتصير دلتا بلس وهيدي دلتا ماينس تمام. نجي للبوند اللي بعده اللي هو الاي سي ال كمان مين الكترونيجيتيف اكثر الاي ولا السي ال؟ السي ال سو هيدي بتكون دلتا ماينس وهيدي بتكون دلتا بلس. ليش دلتا ماينس؟ لانه حتشدهم باتجاه الالكترونات حينشدوا باتجاهها متى ما نشدوا باتجاه الالكترونات صار دلتا ماينس لانه احنا بنعرف التشارج الالكترون هو شو؟ نيجاتيف فعم تشدهم باتجاهها حتصير نيجاتيف بارشلي نيجاتيف بارشلي انتبهوا مش نيجاتيف على اصولها يعني. طيب بنمبر 7 عم قايل ويتش بوند اوف ذا ويتش بوند وود يو ويتش بوند وود بي سترونجر. طيب نطلع دائما اذا عم كان سترونجر بوند قصده فيه كانه عم يقول لي البوند سترينث. نحن حافظين كل ما يزيد السايز للاتوم كل ما البوند لينث بيطول معناتها كل ما البوند سترينث بيقصر. طيب
نمشي هالقاعدة لنطبقها. ب part A عم يقول لي سي سي ال ولا سي سي اقوى؟ نطلع سي سي ال اطول ولا سي سي اطول؟ سي سي ال. ليش؟ لانه سي ال لايكو هن هيك احفظوا لي اتركوا احفظوا لي البريدكتور هي اياها سي ان او اف سي ال بي ار اي. هون عندي اس وهون عندي بي. السي هون موجوده السي ال هون موجوده يعني فيك في رو زياده. لما نزيد رو قلنا الاولويه للكولم اولويه بالسايز هي للكولم صح ولا لا؟ كل ما ننزل بالنزول بيزيد اكثر لو نزلنا طابق اكثر زدنا انرجي ليفل لانه نحن نعرفها. فهون السي سي ال اطول من السي سي بوند. هاي سي اي ولا سي سي؟ سي اي سي اي سوري سوري عن جد سوري. ايه فاذا لنرجع نعيدها فاذا سي سي ال وسي سي اي السي ثابته بس مين اطول مين اكبر السي ال ولا الاي؟ الاي اكبر فاذا السي اي هو اطول لانه هيدا اطول فصار هيدا اضعف اوكي يعني هيدا سترونجر اكثر هيدا سترونجر اكثر. ليش؟ لانه هيدا اطول من هيدا البوند. نحن قلنا كل ما يطول البوند بيضعف دغري بكسره لانه طويل دغري بكسره اوكي. سو سي سي ال اقوى من سي اي. طيب نجي لتاني وحده. تاني وحده عم يقول لي سي سي ال والسي سي. هون نطبق سي سي ال والسي سي. ليكو سي ثابته هيها سي سي. طيب مين اكبر السي ال ولا السي ولا الكاربون؟ سي ال لانه عم ننزل كارو عم ننزل كرو. الأولوية بالكولم للرو الأولوية سوري بال 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 بالسايز هي الكولم. سو السي سي ال أكبر من السي من السي يعني هيدا البوند أطول من هيدا لأنه هيدا أطول من هيدا فصار هيدا سترونجر أكتر. هيدا اللي هون هيدا سترونجر أكتر لأنه أقصر منه فبيطلع كتير قوي. طيب بآخر وحدة عم يقول لي ال H C L وال H A ال H H ال H ثابتة. طب مين اكبر السي ال ولا الاتش؟ سي ال سي ال اكبر صح؟ لانه هي تقريبا برو 3 او 4 3 برو 3 هي اما الاتش برو 1 سو هيدا اكبر منها بمنيح لهيك هيدا بيطلع اقوى اوكي؟ نحن قلنا كل ما يقل البوند لينث معناتها البوند سترينث بده يزيد دائما اني اكسر عصاي قصيره اصعب من اني اكسر عصاي طويله اوكي؟ خلصنا هلا أسئلة الـ MCQ حننتقل لتعيط chapter 1 حننتقل هلا الـ MCQ تعيط chapter 2 I think هون لا هيدا مش الـ MCQ ننتقل للـ MCQ هلا إذا حدا عنده أسئلة بهود اللي حلوهم دكاترة قالوا لي ببقى بجاوب بعدلكم إياهم ماشي هي هون الـ MCQ تمام بأول بارت عم يقول هيدا chapter 2 تاع الـ resonance يعني بأول بارت عم يقول لي which of the following هذا كوكو يا فضيحتي which of the following best describes the relationship between the following structures اوكي نطلع فيهم هود اثنين structures ولا شيء نفس الشيء 1 2 3 4 5 5 بعد اوكي نفس الشيء فاذا هو شو بيطلع معنا identical ليش نفس عدد الكاربونز ما في شيء مغير ليكو عندي هون تيرشري ليكو تقريبا هيك كل نفس الشكل على فكره بس انه شو عمل هون اللي بيقرب بنزول هون اللي بيأثر تطلع بس بعدها موجودة على نفس الكربون بعدها موجودة هي هليكو هيدي الكربون هي ها مش هيدي تيرشري كربون والبيئر موجودة عليها يعني عادي بعدها نفس الشيء بعدها موجودة على نفس الكربون بس انه مرة هون لتحت هون لفوق شو فرقت يعني ما فرقت معي ابدا وما في شيء ان سبيس يعني ما في شيء لحكي انه عن شيومرز او دايستيريونز او شيء حنشوفها لبعدين هونيك سو هيدي نفس الكومباوند بس انه هيك مغير لي بشكله شوي انا في ارسمه كيف ما بدي المهم يعني نفس المحتوى سو بيطلع معي identical اوكي طيب ببارت 2 عم قال لي which of the following describes the relationship between كمان هون نفس المولكيولز نطلع فيهم عندي هون 1 2 3 4 1 2 3 4 بس بالقلب قلبهم وعندي هون اوكي كمان identical ليش؟ لانه هون الـ OH اذا بتلاحظوا موجوده على كربون نمبر 3 هي 1 2 3 وهون نفس الشيء 1 2 3 او عدتهم هون نفس الشيء 1 2 3 عم تكون موجودة على نمبر 3 اوكي ودائما هيدي المثل جروب عم تكون موجودة على كاربون نمبر 2 يعني كانه بس بتضلوا بس بعده نفس الاسم اذا تيجوا بتسموه هذا بعده نفس الاسم ما تغير سو هذا شو بعتبره انه هون كمان هودي ايدنتيكال اذا بدكم اغيركم فيه خليني اعطيكم اكزامبل اذا هيدا مثلا هيدا الاوتش مثلا كحطها هون اوكي ساعتها بطلوا ايدنتيكال هودي صاروا مثلا ايزومرز اوكي ايزومرز عم نحكي مثلا فانكشنال ايه بلا فانكشنال ايزومير ساعتها عم نحكي لانه غيرنا الفانكشنال جروب موقع بوزيشنال سوري بوزيشنال مش فانكشنال بوزيشنال غيرنا لانه الموقع تاع الفانكشنال جروب طيب بنمبر 3 عم يقول لي which one of the following which شو بتعرف اقرا which one of the following is the strongest base
تمام. دايما البيس بده يكون عنده لومبر او نيجاتيف تشارج حتكون كتير كتير قوي. اوكي هلا الفكره ما فيها انه دايما احنا بس يكون عندي less stable الكونجكت بيس معناتها هو كان مور بيكون سترونجر اكتر. يعني اذا بنشوف الماينس على الاو او الماينس على السي او الماينس على الاف او الماينس على الان, مين اكتر شيء الكترو نيجاتيف؟ الاف. بيرجع الاو, بيرجع الان, بيرجع السي, صح ولا لا؟ معناتها هيدي اكتر وحده ستيبل, اكتر شيء بتتحمل ماينس هي الاف, هي اكتر شيء ستيبل. بيرجع هيدي ستيبل, بيرجع هيدي ستيبل, بيرجع هيدي ستيبل. هيدي لانه اقل شيء ستيبل معناتها هي اكتر شيء بيزك. اوكي اقل شيء ستيبل يعني لانه ما نسيب بتحب تتفاعل دغري, فهي اكتر شيء بيزك بتكون. اوكي عرفتوا كيف؟ نحن بالبيزيسيتي فينا نقارن اكتر شيء وين متركز الكترون دنسيتي, وفينا نقارن اقل شيء ستيبل معناتها هي اكتر شيء بيزك. بعكس الاسيدك, الاسيدتي عاده بنقارن اكثر شيء ستيبل لحتى يكون اكثر شيء اسيدك, هون اقل شيء ستيبل معناتها اكثر شيء بيزك. تمام. طيب السؤال اللي بعده بنمبر 4 عم يقول لي which is the conjugate base of NH3. شو يعني conjugate base؟ قلنا بدنا نشيل منه هيدروجين. اذا شلنا هيدروجين من NH3 شو بصير عندي؟ NH2, صح ولا لا؟ طيب هون النيتروجين كم بوند عامله؟ 2 بوندز, يعني صاروا اقل من 3. هي قلنا بتعمل دائما 3 بونز, اذا عملت اقل شو بصير عندها؟ نيجاتيفلي تشارجد. فاذا مين بيطلع هون الجواب الصح؟ دي, لانه في عندي ماينس هون هي ان اتش 2 ماينس. اوكي مش انا هيدا اسيد, هيدا مستحيل, هون زدنا اتش. نحن قلنا دائما اذا بدي احصل على كونجكت بيس بدي اشيل اتش مش بزيد اتش. طيب السؤال اللي بعده نمبر 5 عم يقول لي which of the following is the strongest acid. نطلع لنشوف شو عم يغير لي. اول شيء كلهم فيهم سي او او اتش, لايكو هي سي او او اتش سي او او اتش سي او اتش, يعني كلهم كربوكسيليك اسيد, عباره بالاحرى ديريفاتيفز لكربوكسيليك اسيد عشان في عندي جروبات عم تتغير. طيب هون حاطط لي اف, هون حاطط لي سي ال, هون حاطط لي بي ار, هون حاطط لي اي, كان عم يقول لي انه روحي بسرعه قارني لي اندكتيف. اوكي اول شيء براسي بعملها بعتبر حالي شلت هيدي الهيدروجين, شلتها. اوكي يعني كانه حصلت على شو؟ على او ماينس 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 ماينس, حصلت على او ماينس لما شلت الهيدروجين. هلا بشوف قارن شو الاشياء, قارن الكيسز اللي بتزيد الاستابيليتي للنيجاتيف تشارج, مين هن؟ الالكترون ودرومين جروب. اوكي هون عندي هيدي الاف اكثر شيء بتسحب باي اندكتيف, صح ولا لا؟ بتسحب اكثر من هودي. هو عم نحكي اندكتيف, ليش عم نحكي اندكتيف ما حكينا سايز؟ معناته هن بنفس الكولم. ليش؟ قلت لكم اياها, انتبهوا ذكرتها يمكن شي 3-4 مرات وعلى الجروبات بضل لكم اياها دائما دائما. اذا عندي التشارج موجوده على نفس على نفس الاتوم يلي موجوده بالكل, هون كلها موجوده او ماينس او ماينس او ماينس او ماينس, بس مين عم يتغير؟ الاتوم اللي حده ساعتها بروح بحكي اندكتيف. بس لو عم اقول لكم مثلا اف ماينس او ماينس اف ماينس سي ال ماينس بي ار ماينس هيك اشياء, هون بدنا نحكي ساعتها سايز. تمام. فاذا هون بدي اروح للاندكتيف لانه التشارج ما انها موجوده على الاتوم اللي عم تتغير. طيب مين اكثر شيء الكترونيجاتيف؟ قلنا الاف, فاذا هي اكثر شيء بتسحب منها فاذا هون اكثر شيء اسيدك. اوكي طيب بدا بالبارت اللي بعده نمبر 6 عم يقول لي which one of the following is the largest acid, شو the largest acid has the largest acid equilibrium. طبعا رح نحكي equilibrium constant كي اي, بمعنى ثاني كان عم يقول لكم مين اكثر شيء اسيدك. اوكي اذا قال لكم مين عنده اكثر شيء كي اي, اكبر كي اي او اقل بي كي اي, بي كي اي ها اقل بي كي اي او اكبر كي اي, كان عم يقول لكم مين اكثر شيء اسيدك. نطلع كمان كلهم كربوكسيليك اسيد, لايك كلهم في البوم سي او او اتش سي او او اتش, بس الفرق هون حاطط لي ولا شيء, هون حاطط لي سي ال, هون حاطط لي 2 سي ال, هون حاطط لي 3 سي ال. كل ما نزود الالكترون ودرومين جروب شو بصير بالكونجكت بيز؟ بصير مور ستيبل. سو هيدي اكثر شيء كانت اسيدك. نحن دائما بالاسيدتي قلنا كل ما كان دائما بس بدي قارن اسيدتي بشيل هيدروجين, شلت هيدروجين من هون, شلت هيدروجين من هون, شلت هيدروجين من هون, شلت هيدروجين من هون, حصلت على نيجاتيف بكلهم, حصلت على او ماينس. اوكي طيب قلنا دائما دائما لحتى زيد الستابيليتي للاو للماينس بالاحرى نيجاتيف تشارج, شو لازم احط؟ حدا الكترون وذ درومين جروب بغض النظر باي اندكتيف باي ريزونانس شو ما كان. سو لانه في عندي 3 سي ال, سو عندي 3 سي ال بيسحبوا اكثر, اكثر من 2 سي ال, اكثر من وحده سي ال كمان. كل ما سحبوا اكثر كل ما خففوا لي الالكترون دنسيتي عن او ماينس, فبتصير مور ستيبل الاتوم. بس صارت مور ستيبل الاتوم فدغري دغري بترتاح, يعني الكونجكت اسيد الاساسي كان مور اسيدك, موست اسيدك. نيجي لنمبر 7 عم يقول لي ايدنتيفاي ذا ريزونانس ستراكشر يلي ريزلتس من هيدي الاسهم. تمام نطلع كثير مهون لي اياها على فكره كثير. شو عامل لي؟
حاطت لي الاسهم عم يقول لي والله يا ساره هذا اللومبير نزل لهون وهيدا الباي بون طلع لهون. يعني نحن بنعرف لما لومبير نزل لهون كم بوند حتصير عامل الاو؟ 2. بعد في عندها شي تشارج؟ لا خلص صارت عامله 2 بوندز و 2 لومبيرز خلص صارت نيوترال. قلنا دائما الاكسجين كم بوند تحب تعمل؟ 2 بوندز. اذا عملت اكثر بتصير بوزيتيفلي تشارج، اذا عملت اقل بتصير نيجاتيفلي تشارج. طب هون لما نزل هيدا صارت عامله 2 بوندز تمام ومع وعليها 2 لومبير سو صارت عندها نيوترال. طب مين اكلها؟ النيتروجين. ليش؟ لانه في باي بوند طلع لعندها. لما طلع لعندها كم بوند صارت عامله نيتروجين؟ بس 2 بس 2 اوكي؟ صار عليها 4 2 لومبيرز يعني صار عندها نيجاتيف. مين الستركشر هيك بتطلع صح؟ هيها هيها هيها. ليش؟ لانه رايكو لما نزل هيدا الباي بوند هيها الاو ما عليها ولا تشارج ولا 2 لومبيرز، اما النيتروجين صار عليها 2 لومبيرز ونيجاتيف تشارج لانه في واحد طلع من عندها لهون، اوكي طلع زياده عليها يعني. طيب بنمبر 8 عم يقول لي وني اي اي ان بي ان سي كورس شو؟ represent A B C represent the length of the bond between C C bond. تمام عم يقول لي classify them in decreasing bond length. طيب طلع بهذا السؤال ركزوا منيح، هذا السؤال على فكرة كتير حلو. نحن قلنا دائما ال bond length هون نفس هون نفس الاتومز يعني سي 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 ما في روح للسايز، روح للفاكتور الثاني اللي هو بمين؟ الدبل والسنجل والتريبل. قلنا دائما سنجل بوند اطول للدبل اطول للتريبل صح ولا لا؟ طب هون في عندي سنجل بوند، هذا سنجل بوند وهذا سنجل بوند صح؟ هو بده الاي بي سي بس هودي اوكي؟ سو بدي قارن هودي. طيب انا هلا بعرف اقصر واحد فين هو البي، هيدي على الاكيد. ليش؟ لانه البي هو دبل بوند تمام، بي رح يطلع اقصر واحد. طيب ضل عندي الاي والسي، مين اقصر من الثاني؟ بتطلع هون انه هيدي المولكيول دغري بتلفت لي نظري في عندي ريزونانس. ليش؟ لايكو باي سيجما باي، مش هيدا كونجوجيت سيستم؟ ايه يعني بصير عندي ريزونانس؟ ايه بصير عندي ريزونانس. كيف بتصير؟ هل هيدا بينزل لهون وهيدا بيروح لهون ولا العكس؟ اكيد العكس. ليش؟ لانه اذا نزلته هيدا لهون بصير الاكسجين كسر الاوكتيف، بصير حواليه بس 6 الكترونات. هذا الشيء غلط يعني، حتى لو فكرتوا فيها ما مشكله فكروا فيها، بس انه غلط لانه بتصير كسر الاكسجين الاوكتيت. فمين بيروح لعند الثاني؟ هيدا الباي بوند بيجي لهون هيك وهيدي بتطلع على الاو. يعني كيف بصير شكلها للمولكيول؟ هي خليني ارسم لكم اياها. CH3 هيك CH دبل بوند سي بوند او ماينس مع CH3 لوين طلعنا يا الله؟ حلو ست سارة حلو. هذا تشابتر 3 لا مش تشابتر 3 بدنا هي هيك عم نحكي هون يمكن اي هون تمام سي دبل بوند او هون CH3 تمام طلعوا. هذا كان هون اي هون بي هون سي تمام طلعوا. لما هذا راح لهون لما هيدا اجى لهون شو صار؟ اول شيء بننسى نحط بلس هون اوكي لانه رح من عنده دبل بوند. طيب الفكره ما فيها لما هيدا اجى لهون مش السي احيانا عم بيكون دبل بوند؟ هلا مين ستيبل اكثر هيدي الستركشر وهيدي الستركشر؟ اكيد الستركشر على الشمال لانه ما عندها تشارجز نيوترال فهي كثير ستيبل. فاذا بالطبيعه اذا بتطلع على هيدي المولكيول اغلبيه الاوقات يعني تقريبا 80 ل 90% من الاوقات عم بتكون بهذا الشكل اوكي؟ بس هذا الشيء ما بيعني انه هذا الشكل ما عم توصل له، لا عم تصير هيك، بس بالمعظم معظم ما حتكون بمعظم الاوقات حتكون بهذا الشكل، انه هذا ستيبل اكثر منها. تم اكثر من الثاني يعني. طيب فلهيك السي ما عم يضل سنجل بوند دائما، في وقت من الاوقات عم يصير دبل، هي شفناه، شفتوا كيف صار دبل؟ يعني بوقت واوقات نتيجة الريزنس عم يصير دبل. سو الاي بس الاي دائما سنجل، لايك هون سنجل وهون سنجل بعده الاي، فدائما الاي سنجل، لهيك يعتبر دائما الاي اطول من السي اوكي تمام وصلت. طيب هتقولوا لي طيب هلا ساره هون البي صار سنجل هون البي دبل، طيب بس مين قلنا ستيبل اكثر هون؟ فمعظم الاوقات عم يكون البي دبل يعني لهيك البي هو دائما اقصر شيء بيكون، لهيك الاي اطول من السي اطول من البي يعني البي اصغر شيء. وين في عندي هذا الاوردر؟ هون قلبين لي اياهم حاطين اياهم بالديكيزنج بده اياها بس قلبين لي اياه سو ما هذا بيطلع جواب هذا اوكي بهذا الجواب. عرفتوا ليش؟ لانه البي اقصر من السي اقصر من الاي، يعني كان عم بقول الاي اطول من السي اطول من البي ماشي؟ في يعني على فيك تقول على الهايبريدايزيشن فيكم تمشوا.
طيب بنمبر 9 عم يقول لي given the following four molecules شوفي لي اي وحده صح. شو the correct answer؟ طيب اول وحده عم يقول لي there is hydrogen bond between B and C. بس اذكركم شو هو الهيدروجين بوند. الهيدروجين بوند هو عباره عن بوند between يا اما اتش او يا اما اتش اف يا اما اتش ان، هودي الثلاثه بس. اوكي هلا حتى يكون عندي هيدروجين بوند يكون عندي ديفرنس بالالكترونيجاتيفيتي. يعني مثلا المي هيدي المولكيول تاعت المي، خلينا نرسمها بغير او يلا ما مشكله. او اتش هون كمان عندي اتش او اتش، طلعوا هيدي مش المي، هي كيف ماسكه بعضها؟ لانه هيدي دلتا ماينس وهيدي دلتا بلس وهيدي دلتا بلس هيدي دلتا ماينس. سو نحن نعرف بالفيزيكس دلتا بلس دلتا ماينس شو بيعملوا؟ اتراكشن. فهودي بيعملوا لي اتراكشن هيك، هيدا بنسميه هيدروجين بوند. عرفتوا شو الهيدروجين بوند؟ بده يكون عند دلتا بلس دلتا ماينس. طيب نطلع هو اول ستيتمنت شو قال لي بتوين مين؟ بي اند سي. وين البي اند سي؟ هي هالبي وهيدي السي. تمام بتطلع فيها هون في عندي ان اتش، يعني في عندي هيدي دلتا ماينس وهيدي دلتا بلس. بس هل هون في عندي شي دلتا ماينس دلتا بلس؟ لا ما في عندي شي بولر اصلا، كله سي سي بوند. ولو في عندي اتش، هون مثلا عندي اثنين اتشات، هون عندي اتش وحده، هون عندي اتش وحده، بس ما في ديفرنس. قلت لكم بده يكون عندي ديفرنس مثلا او اتش اف اتش ان اتش. سو هون هيدي غلط، ما بصير عندي هيدروجين بوند او ما في عندي ديفرنس. يعني لازم يكون عندي هيك وحده دلتا ماينس من هون من هيدي المولكيول، وحده دلتا بلس من هيدي المولكيول، لحتى يعلقوا مع بعض. طيب ببارت بي بستيتمنت بي عم يقول لي there is hydrogen bond between مين ومين؟ two molecules of D. وين هو الدي؟ يا حول. طيب بطلع على الدي، في عندي او تمام دلتا ماينس هيدي، بس هل في عندي اتش دلتا بلس؟ لا ما تقولي هيدي هيدروجين دلتا بلس، لا مش دلتا بلس هيدي الهيدروجين، ما انا هيدروجين، لازم تكون بايند لاو لحتى تكون هيك شوي انه دلتا بلس او لان او لاف. اوكي رح تكون عندها شو دلتا بلس، بطلت نشيل هيدي. سو between two molecules of D ما عندي هيدروجين بوند. بالسي there is hydrogen bond between A and D. تعالوا نشوف بالA وين الA؟ هيها بالA في عندي OH، هي يعني هيدي دلتا ماينس وهيدي دلتا بلس، مش هيدا كأنه بوند OH؟ اوكي طب الO عم تشد باتجاهها، فإذا الO صارت دلتا ماينس والH صار دلتا بلس. بتطلع بالD كمان عندي هون دلتا ماينس، طيب عار كتير منيح، هيها دلتا ماينس من هون من الO مع دلتا H مع دلتا بلس تاعت الH، هيدي الH شايفين هيدي الH مش بيعملوا هيدروجين بوند هدول الاثنين؟ اوكي مش بيعملوا هيدروجين، ما هيدي هيدي الاتش صار دلتا بلس من ورا هيدي الاو، وهون عندي او دلتا ماينس فبيعملوا هيدروجين بوند. سو تعتبر هيدي الصح. تعال نشوف بارت دي عم يقول لي there is hydrogen bond between two molecules of B when B. ابدا ابدا، بعدها قال لي ما في شيء بولر بوند هون، ما في عندي هيدي ولا في عندي هيدروجين هون وهيدروجين هون. بس واذا ما استفادت يعني ما هي ما عندها دلتا بلس، ما عندها دلتا بلس لانه ما في عندها شيء يسحب منه الكترون دنسيتي يعني. سو بيطلع الجواب سي. طيب نجي للسؤال اللي بعده بنمبر 10 عم يقول لي which of the following carbocations is the most stable. هلا انا هون رح اغير السؤال، رح اقول لكم arrange them in decreasing stability، يعني مين اكثر شيء stable لاقل شيء stable. بنطلع هون في عندي بلس على sp carbon، دغري بقول هيدي منا شو؟ على كان يعني كانت على sp2 معنا، يعني دغري بقول هيدي منا ستيبل، ابدا منا ستيبل، لانه نحن بنعرف دائما الاس بي كام هي مور الكترونيجاتيف من الاس بي 2 مور الكترونيجاتيف من الاس بي 3، سو نحط بلس عليهم بقلل لي شيء بقلل لي الاستابيليتي كثير. طيب فاذا بعرف هيدي ترى هيدي اقل شيء ستيبل. ثاني شيء بنطلع بهيدي ستراكشر في عندي برايمري كاربوكاتايون وريزونس، هو ما بتدخل ريزونس ليش؟ لانه ما عندي كونجوجيت سيستم، انا الكونجوجيت سيستم عباره عن باي سيجما بلس، مش باي سيجما بلس، مش 2 سيجما بالنص يعني. سو هون ما بيدخل بريزونس. طيب بستراكشر سي في عندي ريزونس، ايه عندي ريزونس ليكو بلس، وفي عندي هيدا الباي بيجي لهون بتصير البلس وين؟ هون ساعتها. اوكي اما باخر وحده في عندي بلس وين موجوده على سكندري كاربوكاتايون. طيب الاولويه دائما للريزونس، دائما الريزونس بزيد الاستابيليتي اكثر شيء، يعني اكثر شيء ستيبل هي السي، بيرجع الدي ليش؟ لأنه موجودة على سكندري كاربوكاتايون، بيرجع البي لأنه موجودة على برايمري كاربوكاتايون، بيرجع هيدي أقل وحدة ستيبل لأنه وين؟ موجودة على اس بي اس بي 2 هايبريدايزد، أوكي؟ اس بي. تمام؟ فإذا الأرينجمنت بيطلع سي، بيرجع دي، بيرجع بي، بيرجع اي. طيب، نجي للسؤال اللي بعده عم يقول لي rank the following carbocations and decrease، أنا كمان نفس الشيء decreasing order. نطلع هون في عندي ريزونس صح؟ بأول وحدة، أول وحدة بيصير عندي هيدا بيجي لهون وبيصير عندي بلس هون. طيب بتاني وحدة في عندي ريزونس شي؟ إيه في عندي كمان هيدا بيجي لهون وبتعلق هيدي هون.
بتالت وحدة في عندي رزونس شي كمان، في عندي رزونس، هي اجت هيدي لهون وصار عندي بلس 1، يعني تلاتتهم فيهم رزونس. طيب فكر هلا بس بالفاكتور، وكلهم فيه بس وحده رزنس كونتريبيوتر، يعني كلهم فيه بس واحد رزنس. لما صار وحده فيها اثنين رزنس كونتريبيوتر اوكي كنت قلت هي ستيبل اكثر، بس هون كلهم فيه بس وحده. طب بنت الا الفاكتور تن، كيف بدي اعرف؟ بتطلع نتيجه هذا الرزنس حيصير عندي كاربوكاتاين وين موجوده على التيرشري. ما تنسوا هون في عندي سي اتش 3 مرتين، يعني هذه تيرشري كانوا عم يقول لكم هون، هي مسمح لكم اياها ارسم لكم اياها. طلع كانوا عم يقول لكم هون في عندها هذه السي سي اتش 3 من هون هون سي اتش 3 اوكي، ان كان هيدي تيرشري. لما هيدا يروح لهون هيدا شو بصير عندي بلس على تيرشري كاربون، اما هون حيصير عندي بلس وين على سكندري، هي مش هيدي سكندري عشان سي من هون سي من هون، سو هون بصير عندي بلس على سكندري كاربون، هون حيصير عندي بلس وين على برايمري كاربون. طب مين ستيبل اكثر، تيرشري كاربون ولا سكندري ولا تيرشري كاربوكاتاين؟ يا ربي تيرشري كاربوكاتاين ولا سكندري كاربوكاتاين ولا برايمري؟ اكيد التيرشري، هو حافظينهم دائما التيرشري ستيبل اكثر من السكندري، اكثر من البرايمري، اكثر من بسم الله اكثر من المثل. اوكي طيب نجي للسؤال اللي بعده، فاذا هون بيطلع معي ترتيب الاي، الاي هو الصح. طيب نجي للسؤال اللي بعده، بالسؤال اللي بعده عم يقول لي بنمبر 13 which of the following which of the following is strongest base conjugate base conjugate base conjugate base هيدي المولكيول. كانه بمعنى تاني عم يقول لي عم يحذرني من وين بدي اشيل هيدروجين، هل رح اشيلها من الاو اتش ولا رح اشيلها من الان اتش؟ هذا فلت القلم، اوكي ما مشكله، من الاو اتش او من الان اتش. بتطلع دائما دائما بدي اشيل انا الموست اسيديك هيدروجين، شيل الموست اسيديك يعني الكونجكت بيس تاعو رح يكون كتير ستيبل. اذا شلت الاتش من الاو من هون من هيدي الاو شو حاحصل؟ على او ماينس. طب اني احصل على او ماينس احسن ولا ان ماينس احسن اذا شلت الاتش تاعت الان؟ مين احسن ان ماينس ولا او ماينس؟ اكيد الاو ماينس. ليش؟ لان الاو ماينس هي مور الكترو نيجاتيف من الان، الاو يعني مور الكترو نيجاتيف من الان، سو انا احط نيجاتيف تشارج على الاو احسن من احطها على الان. لهيك هون بيطلع معي الجواب مين؟ هي هيدا الدي. اوكي بيطلع معي الدي. لحظه بس لحتى اشوف الستركتشر، سي اتش هن بدهم شو؟ سي اتش 3 ان اتش و او اتش، يعني سي اتش 3 معلق عليها ان اتش او اتش، تمام بلا بيطلع عندي او ماينس. اوكي ما ننسى هو بدي احطها، بيطلع هون عندي دبل بوند مع الان حتى تكون عامله كم بوند، هي بس ارسمكم اياها، بيطلع عندي هون بي بي. ليش؟ حتى تكون سي اتش 3 عامله بوند مع الان وهيدي الاتش عامله بوند مع الاتش، هي شيلوها، وفي بوند مع الاو بضل عندي او ماينس. اوكي هيك بيطلع الجواب. مش الحال هيك بنكون خلصنا هو الاسئله هذا التشابتر، اذا حدا عنده سؤال برجع بجاوب.